أسعد الله مساكم ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا ومتابعين برنامج سيدتي، برنامجكم اليومي اللي يجيب لكم كل الأخبار كذا ويحط لكم إياها في ساعتين، وإن شاء الله أنكم تنبسطون معاي أنا مها منصور اليوم وزميلتي الجميلة أودي الزبن. أهلا وسهلا فيك يا أودي. أهلا وسهلا فيك مها، مساك الله بكل خير. مساكم الله بكل خير مشاهدينا، أكيد راح نكون معاكم ساعتين على الهواء بعناوين وضيوف مميزين، واليوم شوب حر. من الركض والله مو انا ما ادري هو حر ولا الجو صاير حر ولا حنا لبسي انا وانت حر. لبسنا انا وانت حر. ايه. في لبس حر. ايه حنا لبسنا حار. اودي لا مو عن شيء، بس الركض اودي يعني هو اودي جاي من بيتها على رجولها تسوي رياضه. ايه فعشان كذا انا انسانه رياضيه. طبعا اكيد ما خليك انسانه مواسيه. انا هذا الموضوع هذا بلا بوك يا قلب. طبعا هذا الموضوع اللي انا جايتك فيه لك سبكتيني يا اودي، يعني على طاري المواساه وعلى طاري ان الواحد يطبطب وعلى طاري ان الواحد يجي يوقف معاكي مثلا في موقف صعب او في موضوع معين انت تمرين فيه او في ظرف. الناس انواع، في اللي ممكن يقول انا بخليها لما تهدى وبعدين نتكلم، في الناس اللي تيجي تقول لي خلاص ما يخالف تحصل والى اخره، وفي الناس اللي يعني تنصحك وتقول لك ما قلت لك ما علمتك. يعني هذه انا احس هذه شخصيتي، انا نظام اللي ما قلت لك قلت لك تستاهلين كذا، انا هذا نظامي للاسف يعني. وفي الناس اللي تكون حنونه وتكون جنبك وحاضره دائما. فالكثير من الشخصيات يعني تختلف بشكل عام، لكن في مقوله يقول لك فيها تفوز الشخصيه الحنونه مو الشخصيه النصوحه. فوش رايك؟ أنا أشوف نفسي من الشخصيات الحنونة جداً. يعني إذا صار موقف مستحيل أحمل أحد المسؤولية وأقول له أنت اللي سويته وأنت اللي حطيت نفسك وأنت بس بعد ما يهدى الموضوع وتنتهي وأثناء ما أنا أواسي أقول له ما يخالف تجربة مريتي فيها ويمكن كانت لك درس كيف الواحد يتعلم من ذا الكلام، يعني لين ما تخلص الموضوع ويخلص كل شيء وبعدين أبدأ أشتغل الشغل اللي هو إيش؟ ابدا ليش سويتي كذا؟ ها تذكرين سويتي ذيك المره كذا؟ إيه؟ هذا شوفي ها لا تغلطين نفس الغلطه الاولى بس اقعد فيها، فهمتي؟ بس انا مو قصدي انه انا اللي ازود عليها، قصدي انه اذا انت نسيتي ومريتي من ذيك التجربه الحمد لله بسلام ونسيتي لا ترجعين تعيدين التجربه مره ثانيه ويمكن ما تمرين منها سلام. صح. فانا يعني هذه وجهه نظري. اتفق معاك. كثير احيان مثلا يكون الشخص اللي قدامك جاب العيد او اخطا او اتخذ قرار خاطئ، حرام انه احنا يعني زي ما تفضلتي قبل شوي انه احنا نحملهم مسؤوليه كامله، لكن في نفس الوقت احيانا اودي خصوصا الناس اللي مره تحبينهم وقراب منك شوي لازم تكونين قاسيه معهم، لان في بعض الناس انا اللي يغبني وشه مو اللي يغلط، كلنا نغلط عادي، انا اغلط انت تغلطين يعني اللي حولك يغلطون الناس اللي تحبينهم يغلطون وش ما كانوا، ولكن اللي يغبن الشخص اللي قاعد يكرر نفس الغلط. يعني أنا مو عن شيء، بس في ناس ما تتعلم من المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، فأنا هذا اللي يقهرني. هنا أنا أبدأ أعصب، هنا أبدأ أصير قاسية، أنه يعني مو معقولة قاعد تسوي نفس الغلط وتتوقعين أنه أنت راح تحصلين نتائج مختلفة. فإن شاء الله أنه يتحملوني اللي حولي، وكثير أحيان يعني الناس اللي حولي ممكن أنهم حتى ما يقولون لي، يعني خافون أنهم يقولون لي أنه إحنا غلطنا ولا جبنا العيد، عشان ما يطلع الجانب من شخصيتي أو هذا الجانب من شخصيتي.